والسياسي وأحد أبرز خبراء الاستثمار والتنمية الاقتصادية. تفوق منذ صغره في دراسته واستمر إلى ما بعد المرحلة الجامعية ليحصل على دبلومتين في القانون الخاص والعام ودرجة الدكتوراه من كلية كوين ماري بجامعة لندن في قانون التجارة والاستثمار. ولد الدكتور هاني سري الدين في مايو عام 1966 بمحافظة الجيزة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبرع في مجالات الاستثمار والقانون ما أهله لرئاسة قسم القانون التجاري بالكلية التي تخرج فيها. وتمتد حياته المهنية لأكثر من 25 عاماً بدأها بالعمل في المحاماة بالتوازي مع عمله الأكاديمي في الجامعات. مثلاً من ضمن الحاجات اللي بنقول الحكومة لازم تطلعها أين قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر؟ ليه وقف؟ مع أنه أنا عارف أنه اتقدم للرئاسة ورجع وراح بقاله شهرين أو ثلاثة، راح فين؟ شغل منصب نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر وعضو مجلس الأعمال المصري البريطاني. شارك سري الدين في صياغة وإعداد العديد من التشريعات الاقتصادية المنظمة للسوق المصرفي. عرف سري الدين بآرائه الجريئة والواضحة خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار. لا، عندي مشكلة طبعا في التنسيق، وعندي مشكلة في تعدد الجهات، وعندي، ولما تيجي نتكلم على وزارة الاستثمار أو وزير الاستثمار ده راجل غلبان جدا جدا، لأن وزارة الاستثمار بطبيعتها وزيرة بلا حقيب. حيث أعلن إن أحد مساوئ الاقتصاد المصري هو غياب السلطة التشريعية، وإن بناء الاقتصاد يتطلب استقرار المشهد السياسي. يعني أنا مش بقول كلام ده النهاردة، في 2007 مقال لي في مصر اليوم 14/7/2007 قلت طول ما احنا الجهاز التنفيذي ده بنشتغل بيه هو وبدون إصلاح مؤسسي لهذه الأجهزة مش هتعمل إصلاح في كل الأجهزة مرة واحدة، لأن في أجهزة أصعب بكتير من أجهزة أخرى. كما أعلن أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت حالات خرق للصمت الانتخابي. ساهم سري الدين في تأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه مصري. السستينابيليتي، أنا عاوز أشتغل عشان كده مش هخش وأسيب القرية، لا، أنا عاوز أشتغل على المشروعات الصغيرة داخلي، فكرة التمكين الحقيقي، التأهيل، درب دخل لهذه البيوت ونقل طفرات، هو ده الحقيقة اللي احنا عاوزين نشتغل. كما تولى منصب المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة. شفنا اللي حاصل في بعض الطرق، التعطل اللي بيحصل، تداخل بيبقى، لأن طبيعة عملها مناقصات والإجراءات وتداخل المقاولين وضعف الإشراف الحكومي على التنفيذ والكلام ده كله. أنت فجأة ممكن تلاقي مشروع معك 30-40 كيلو بتحفرهم أخذوا منك سنتين ثلاثة، طريق اسكندرية الصحراوي أخذ 7 سنين، وفي الآخر اللي خلصوا الإدارة الهندسية للقوات المسلحة. كما شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار قبل أن يعلن استقالته في أغسطس عام 2012. سياسي واقتصادي ونائب برلماني ومحاضر جامعي، ألقاب اقترنت بشخص نجح في كسب ثقة الجميع بالعمل والاجتهاد والإصرار. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.